كده. ورجاء انا مش هنتقل من جزئية للجزئية التانية الا ما اتأكد ان الجزئية الاولانية اتفهمت او بقت واضحة. وهبدأ بداية مش تقليدية شوية، على اساس ان احنا نفتح نفس حضراتكم شوية. في ملف PDF مفتوح دلوقتي، في ملف PDF مفتوح دلوقتي قدام حضراتكم، اللي شايفه يكتب واحد مكتوب بالعربي. اوكي اوكي جميل قوي. طيب خليني اقول لكم بالعربي كده، ماشي، ايه هي اهم نظريات التخطيط الاستراتيجي؟ والكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده احدث شيء، احدث شيء، تمام، في موضوعات جديدة جدا في مجال الادارة. نقول بسم الله. اول حاجة واشهر حاجة، وارجو ان حضراتكم تكونوا بتكتبوا ورايا النهاردة، هي SWOT analysis. SWOT analysis، ودي 80% 80% من الشركات والناس اللي بتتكلم في مجال التخطيط بتستخدمها، لكنها عفى عليها الدهر او عفى عليها الزمن، تمام. ليه؟ لانها مش effective قوي في مسألة التخطيط الاستراتيجي، بل بالعكس احنا هنستخدمها في التخطيط التنفيذي. التخطيط التنفيذي اللي هو التاكتكس او الاوبريشنال، تاكتكس او اوبريشنال. طب انت كاتبها ليه؟ لانها من الحاجات اللي بتستخدم في العرف العام في التخطيط الاستراتيجي. طيب انا هفترض ان حضراتكم ما تسمعوش عن SWOT analysis خالص، مع ان انا متأكد انها اتقالت، تمام. ايه هي بقى SWOT analysis دي؟ الاس stands for strengths. ماشي، stands for strengths او strength، نقاط القوة. ماشي، طيب ال O opportunity، ماشي، انا اكتب بسرعة شوية فلو في مس سبيلنج يعني وهنا ال W weakness، و ال T ثريت. اوكي، يعني نقاط القوة، الفرص المتاحة، نقاط الضعف، المخاوف، تمام. عادة عادة الناس في اي قرار، في اي قرار بتشوف نقاط القوة والفرص المتاحة على انها حاجات positive. احنا مثلا شركة تمتلك مثلا عدد كبير من الموظفين، لدينا خبرة، لدينا fixed assets او نقول اصول ثابتة، ماشي، عندنا نوهاو، معرفة، الفرص المتاحة، والله عندنا أسواق جديدة، ممكن يكون عندنا منتجات جديدة في الفترة القريبة القادمة، ده opportunity. كلمة opportunity يعني حاجة مش موجودة دلوقتي بس ممكن نحصل عليها قدام. طيب في مجال الهوستلز، لو أنا بتكلم على المستشفى بتاعتنا، والله ممكن جدا ناخد قطعة أرض، وقطعة الأرض دي نقدر نعمل expansion
أو نعمل قسم جديد في المستشفى. والله جايز تجيلنا منحة أو يعني أو قرض أو ما شابه، تمام، هيساعدنا إن إحنا نزود الأجهزة أو الديفايسز أو الإكويبمنتس، نحدثها أو وات إيفر، نزود حاجة كويسة في المستشفى. ده كل ده فرص متاحة، حاجة اكسبكتد في النير فيوتشر إنها تحصل. طيب، نقاط الضعف والمخاوف أو المخاطر دي دايما حاجات بتبقى نيجاتيف. فأقول مثلا إن المؤسسة بتاعتنا أو المستشفى بتاعتنا فيها ديون، أو مثلا نقول إن معظم العمالة فيها الخبرة فيها محدودة، تمام، أو نقول إنها مؤسسة فيها lack of experience، تمام. كل دي نقط ضعف، أنا بضرب أمثلة فقط لتقريب الموضوع، ماشي الحال. طيب، المخاطر، على فكرة الموضوع الصوت ده أنا شرحته قبل كده، فأنا بس بقوله بسرعة علشان الزملاء لأول مرة يسمعوه. طيب، المخاطر، لو في تصور إن في حاجة قريبة ممكن تمثل خطر على المستشفى أو على المؤسسة، زي مثلا competitors، إن هيتبنى مستشفى ضخمة كبيرة جنب المستشفى بتاعتنا بتكمبيت معانا. من ضمن المخاطر تيرن اوفر، توقع ان يبقى عدد من الاطباء المميزين جدا في المستشفى انهم يسيبوا المستشفى ويسافروا بره، تمام، وده هيأثر على الاورجانيزيشن. فبناء بناء على نقاط القوة والفرص المتاحة ونقاط الضعف والمخاطر، لو انتوا تفتكروا الفورس فيلد اناليسيس او اللوين اناليسيس، كان ده من الكواليتي تول، هي حاجة قريبة جدا منها. المفروض ان بيتم عمل قياس كمي للايتمز دي، بحيث اشوف القرار اللي انا هاخده بناء على نقاط القوة والفرص المتاحة كفتها هي الراجحة، ولا المخاطر ونقط الضعف كفتها هي الراجحة. لو تفتكروا اللوين اناليسيز او الفيلد فورس او فورس فيلد اناليسيز، هتلاقوا قريب جدا من الفكرة دي. فانا بحدد نقاط قوتي وفرصي، وبحدد نقاط ضعفي والمخاطر اللي ممكن اتعرض ليها، وبناء على دول بعمل اكشنز او بحط الخطة بتاعتي. دي اول نظرية من نظريات التخطيط الاستراتيجي، جميل، تمام، اول نظرية من نظريات التخطيط الاستراتيجي. طيب، في حاجة مهمة برضو على السوات نقولها بالمرة بسرعة، وهي الآتي: دلوقتي أنا عندي نقاط قوة، ماشي، وعندي فرص متاح، وعندي نقاط ضعف، وعندي مخاطر. طب إزاي أحولها لأكشن بلان أو لخطط تنفيذية؟ إزاي أحولها إلى خطط تنفيذية؟ قال لك نقاط القوة، ضع خطة لكي تحافظ على هذه نقاط القوة، ماشي. ما هو ممكن نقاط القوة دي تروح منك، فيبقى من ضمن أهدافي إن أنا أحافظ عليه، أحط أكشن بلان علشان أحافظ عليه، تفضل موجودة عندي. طب الفرص المتاحة، برضو هحط خطط من أجل الحصول على هذه الفرص المتاحة. خلي بالكم، الفرص المتاحة ده إيه؟ في عصفور في اليد وعشرة على الشجرة. فالعصفور اللي في اليد ده نقطة قوة، العشرة اللي على الشجرة دول الفرص المتاحة. فأنا هعمل بلان عشان أحاول أوصل للأوبورتيونيتيز دي. نفس الكلام بالنسبة لنقط الضعف والمخاطر، بس هعكس الكلام بقى. بالنسبة لنقاط الضعف، هحط خطط من أجل تفادي
ها، أو معالجة نقاط الضعف. معالجة نقاط الضعف. وبالنسبة للمخاطر هحط برضو خطط من أجل تفادي هذه المخاطر أو تجنب حدوثها. يبقى ده بنحول الاستراتيجي إلى تاكتيكس أو خطة تنفيذية على الأرض. ماشي الحال؟ جميل. ده سوات أناليسيس. أوكي. تاني موضوع هو 7 اس اوف ماكنزي. ال 7 اس اوف ماكنزي وهوريهم لحضراتكم دلوقتي، هفكركم بيه هفكركم بيه بالصورة اهوت. شير، نيو شير، الصورة اهيت. تمام. دول الايه؟ ال 7 اس اوف ماكنزي. ده عبارة عن ايه يا دكتور؟ ده تاني نظرية من نظريات التخطيط الاستراتيجي المعروفة عالميا دلوقتي. خلاص؟ طيب ايه ماكنزي ده بقى؟ ماكنزي ده راجل او يعني شركة، دلوقتي بقت شركة كبيرة من اتش ار، حطوا قواعد للعمل المؤسسي. تمام؟ يعني السبع نقاط دول بيسموهم قواعد العمل المؤسسي. كويس. واختار ان هم يبدأوا بحرف الاس عشان يبقى سهل في الحفظ. ماشي؟ طيب فسماهم ال 7 اس اوف ماكنزي. استراتيجي. استراتيجي دي يعني ايه؟ استراتيجي يعني رؤية ورسالة. وهنيجي دلوقتي للقصة دي دلوقتي حاليا. رؤية ورسالة. ستراكشر يعني هيكلية. والله هيبقى في توزيع الأقسام، في عندي إدارة مالية، في عندي إدارة مشتريات، والله في رئيس قسم، في نائب لرئيس القسم، في فريق جودة مكون من العناصر الفلانية. ده ستراكشر، هيكل. تمام. طيب سيستم. السيستم هنا أي نوع من أنواع التنظيم ما بين الأقسام. طيب أشهر حاجة في السيستم دلوقتي هي التكنولوجي أو الهوستل انفورميشن سيستم. لما أنا أجي أقول كلمة سيستم عشان أسهل القصة عليكم، هوستل انفورميشن سيستم عبارة عن سوفت وير. افتكروا بالسيستم السوفت وير، برنامج بيربط الأقسام في المستشفى كلها ببورت واحد، أبليكيشن واحد. مدير المستشفى مثلا بيخش بالباسورد بتاعه ويقدر يعرف العمالة أو أخبار حركة الشغل إيه، الشفتات، يشوف حركة المرتبات، لو في مثلا مخزن أو مستودعات ايه اخبارها، المحاليل اخبارها ايه في المستوى. كل الكلام ده سناب شوت في اي لحظة بيدخل على السيستم ده. فكلمة سيستم زمان كانت تعني عبارة عن وسيلة ما تربط او تخلي يبقى في تواصل فعال ما بين الاقسام، وتخلينا نقدر نوصل للنتائج اللي احنا عايزينها بسهولة. دلوقتي كلمة سيستم تساوي، ها، تساوي سوفت وير ببساطة يعني عشان نجيب من الآخر. طيب الحاجات بقى الزرقاء دي، ستايل احنا عندنا في الستايلز المشهورة، في ستايل ده طبعا الستايل المقصود بيه الليدرشيب او الستايل في القيادة، ستايل البيروقراتيك. ماشي. والكلام ده المفروض حضراتكم درستوه زمان قوي خالص في الاول. تمام. ستايل البيروقراتيك، عندنا الاوتوكراتيك اللي هو الديكتاتوري يعني، وفي الديموكراتيك او البارتيسيبيتيف او ليسيس فير اللي هو فوضوي. تمام. دول اربع وسائل او اربع طرق للاداره او القياده. ستاف معروفه بقى، ستاف اللي هو البشر، الاتش ار، الناس اللي شغاله.
سكيلز طبعا هي المهارات، والمهارات دي يا جماعة في مهارات تكنيكال خلاص، وفي مهارات بيرسونال شخصية، وفي مهارات إدارية إلى غير ذلك من المهارات. وفي في الوسط هنا حاجة اسمها shared values، يعني القيم المشتركة ما بيننا، القيم المشتركة ما بيننا. وليكن مثلا عندنا قيمة الانضباط discipline ماشي، والالتزام، يبقى لازم كل المؤسسة تكون ظاهر فيها هذا الأمر، التزام بالمواعيد، التزام مع العملاء، التزام بتنفيذ الإجراءات إلى غير ذلك من معنى كلمة الانضباط. والله إحنا عندنا إن إحنا قيمة الريادة إن إحنا نبقى رقم واحد، يبقى برضو دي من ضمن shared value، يبقى لازم كل الناس يكون وصل لها هذا الأمر. الكلام ده يا جماعة لو بنتكلم على مؤسسة عادية، أو بنتكلم على أي organization كانت صغيرة أو كبيرة، وطبعا في القطاع الصحي كل هذا الكلام بينطبق عليه. يبقى ال 7S: strategy, structure, system, style, staff, skills, shared values، اللي هما ال 7S of McKinsey. يبقى ده ايه؟ تاني، ها؟ تاني موضوع. طيب، تالت حاجة أنا مش هقولهم طبعا بترتيب ظهورهم تاريخيا، لكن هحاول أختصرهم لحضراتكم. نموذج بورتر، تمام؟ بورتر، فايف فورسز، برضو أنا جايب لكم صور بسيطة علشان أشرح لكم عليها. هعمل نيو شير، والصور دي يا جماعة سهل انتوا تجيبوها بجوجل، بس انا برضو ممكن اشهرها لكم على الجروب، الصور اللي هي اكثر وضوحا وسهولة. ده برضو نظرية في التخطيط الاستراتيجي، وتستخدم ايضا في التسويق في الماركتينج. بورتر ده عالم كبير جدا من اعلام الادارة والتسويق في العالم، راجل مدرس في جامعة هارفارد، وجامعة هارفارد تعتبر من أكبر الجامعات في العالم في مجال الإدارة. خلاص؟ طيب، بالمناسبة مهاتير محمد بتاع ماليزيا درس في هارفارد، على الرغم إن هو طبيب، لكن سبب تفوق مهاتير محمد يعني الكبير جدا والمدهش والأشبه بالمعجزة، تمام، واللي ستيل لغاية دلوقتي يعني راجل عنده 92 سنة وقدر يرجع البلد بعد ما كانت هتضيع، بعد يعني التطور المهول الكبير اللي حصل في ماليزيا. كل ده سببه ايه في النهاية؟ سببه معرفته بالإدارة، الكلام اللي احنا بنقوله ده، ماشي؟ طيب، بورتر فايف فورسز عبارة عن ايه؟ قال لك بورتر، عمنا بورتر، الحاج بورتر، قال لك انت عندك خمس قوى بتتحكم في عملية اتخاذ قرارك كتخطيط استراتيجي. ايه يا عم بورتر؟ ايه الحكاية؟ قال لك بص يا سيدي، في عندك خطر من السبلاير، سبلاير باور. مين السبلاير باور؟ اللي هم الموردين. الموردين دول طبعا لو انا بتكلم على مستشفى، طبعا كلمة مورد دي بتتقال في الصناعة عادة على الخامات، ماشي، او المواد الاولية اللي بتستخدم في الصناعة. لكن انا برضو اقدر اطبق هذا الكلام على زي مثلا الاجهزة الطبية كمثال فقط. لو انا بتعامل مع شركة واحدة، ها، لو انا بتعامل مع شركة واحدة بتجيب لي الاجهزة الطبية اللي انا بستخدمها، خلي بالكو لو انا بتكلم على مدير مستشفى او قائد فريق، لا ده هو بيتخذ القرارات دي كل يوم، يعني دايما بيتعرض ليها طول الوقت. لو حصل ان انا بتعامل مع
مورد واحد. طبعا دي لها ميزة من ناحية تانية، بس دلوقتي في الجزئية دي لو انا بتعامل مع مورد واحد ومعنديش غير مصدر واحد، يستطيع هذا المورد انه يرفع اسعاره. مثلا لو سي ان انا معنديش غير فلترز، ماشي، من شركة معينة، فلاتر للمية او غيره، ما عنديش كيتس. لو انا عندي لاب، طبعا بالتأكيد في اي مستشفى بيكون فيها معمل تحاليل، فعندي كيتس بجيبها من مكان معين، مكان وحيد. فالمورد ده، لو هو عارف ان مفيش غيره بينتج هذا الشيء، واني ما عنديش مصدر اخر اجيب منه، هيعمل ايه؟ هيرفع في سعر المنتجات والخامات اللي بيوردها لي. ماشي الحال؟ طيب ده ايه اللي يأثر عليا في الاستراتيجية؟ لا يأثر طبعا، لانه لو انا باني خطتي لمدة 5 سنين او 10 سنين على تعامل مع موردين بعينهم، على شركات بعينها، على سبلايرز بعينهم، ممكن جدا في اي لحظة يرفعوا علي اسعارهم، وده هيأثر من ناحية الفاينانشال، هيعمل لي لخبطة في كل شيء. طيب يبقى ده اسمه قوة المورد، سبلاير باور. مش هما اسمهم فايف فورسز؟ دي اول حاجة، قوة المورد. طبعا المورد ده ممكن تكون شركة توظيف، ممكن تكون يعني لها اشكال مختلفة، بس انا مش عايز اتعدد في ذكر الامثلة عشان ما يتوهش مننا الوقت وما نلحقش نقول اللي احنا عايزين نقوله، فيكفي مثال واحد لتقريب الفكرة. طيب كاستمر باور اللي هو مين بقى؟ العميل. العميل لو له نيدز معينة، ده هيحطني ايضا تحت ضغط معين. لو انا بفترض ان الساتسفاكشن للكاستمر حصل لها اليفيشن في الميجرز، فبقى المريض محتاج معاملة بطريقة معينة، محتاج نقدر نقول بقى معاملة فندقية، محتاج ان هو لو هيتحجز في المستشفى يقعد في مستشفى بمواصفات معينة، محتاج خدمة برضو بكواليتي معينة من ناحية التيم اللي بيشتغل، محتاج انه يتعمل له التحاليل والاشعاعات ويتعمل له كل الفحوصات، بل حتى كمان التأهيل لو هيطلع من المستشفى في نفس الاورجانيزيشن، في نفس المكان. تمام؟ فده ارضاؤه باور، هو بيمثل قوة ضغط عليا كمؤسسة، اي قرار لازم احط العميل ده في حسباني. يبقى انا عرفت دلوقتي السبلاير والكاستمر كويس قوي. ثريت اوف سبستيتيوشن، مفهوم السبستيتيوشن هنا ان يتم استبدال النشاط كله. يعني خليني اضرب لكم مثال بحاجة عندي خبرة فيها يعني واحتكيت بيها. هتخيل ان في صيحة بدأ ناس كتير تتكلم عليها في موضوع الابر الصينية، الاكوبانكتر والميزوثيرابي، خلاص، والريفلكسولوجي والعلاج بالحاجات اللي هي بيسموها كومبلمنتري ميديسن او الالترناتيف ميديسن. تمام؟ وعملت كلينيك كلها مبنيه على هذا الايه، الستايل والكابينج والحجامه وغيره. ماشي؟ طيب وارد جدا بعد 5 6 سنين يحصل هجوم
من الهيئات العلميه على كل العلاجات دي ويتم استبدالها. يقول لك ارمي كل العك ده، الكلام ده انا ما اقصدش طبعا ان انا اتهم حاجه، لا انا بقول ممكن يعني بيحصل طول الوقت ان حد يقول ايه الكلام ده، كلام فارغ وما فيش فيه ايفيدنس عليه ومخالف للقواعد العلميه في البحث العلمي، وبالتالي سيتم استبدال النشاط الاساسي اللي مبني عليه مؤسسه ما. انا بفترض انا دلوقتي لو انا عندي مؤسسه بتشتغل اساسا على هذا الامر، ماشي، شغاله في الروماتولوجي بتعالج بقى كل الروماتيك ديزيز والبين والاوبيزيتي والكلام ده كله. بالمناسبه دي حاجات معروفه يعني، ما هياش افتراض جدلي، لا هو فعلا في مؤسسات كده. تخيلوا لو حصل قرار من الوزاره وقال ان كل هذه الهيئات اللي هي بتشتغل بالطب البديل او بتستخدم بهذه التكنيكس سيتم استبدالها فورا الى استخدام التقنيات المعروفه في الطب الحديث. ارد مع الكلام ده. يبقى لو انا بعمل المؤسسة دي في البداية ومش حاطط في حسباني ان ممكن يحصل في اي لحظة استبدالها، يبقى ايه؟ بدخل نفسي في ريسك انا مش عارف عقباته ايه في الفيوتشر. تمام؟ طيب. degree of competition، عامل المنافسة، عامل المنافسة. لو انا عندي كومبيتيتور، واعتقد ان دي مفهومة مش محتاجة تعقيب كتير، وبرضو threat of new entrants. طيب واحد يقول لي ايه الفرق ما بين الكومبيتيشن والنيو entrants؟ هقول لك ايه الفرق. لو انا بشتغل في ماركت، سوق مثلا وليكن امراض النساء، جراحه وامراض النساء، والماركت بتاعي سي في الرياض، تمام، معروف ان في 10 12 مستشفى كبار، دول هم اللي ماسكين الماركت، وانا كمؤسسه او كمستشفى، المستشفى بتاعتنا واخده ماركت شير من الايه، من ال 10 او ال 12 دول. فجاه ظهرت مؤسسه جديده، مستشفى جديده، دي بتمثل خطوره. ليه؟ لان انا مش عامل حسابها. احنا عاملين حسابنا ان في مثلا في 100,000 عيان كل شهر متقسمين على ال 12 مستشفى، فجاه بقى في مستشفى 13، تمام، فدي هتغير في الاستراتيجي. يبقى بورتر 5 فورسز هنقولهم باختصار اهو تاني، الفايف فورسز قوه، اكتبهم بالعربي حتى عشان تبقى ابسطها لحضراتكم، قوة المورد، قوة الموردين، قوة العملاء أو الكاستمرز، قوة المنافسين اللي هم التقليديين المعروفين، قوة البدائل. تمام؟ وخلي بالكوا إن قصة البدائل دي ممكن برضو تبقى معايا، ماشي؟ قوة المنافس الجديد. خلاص؟ طيب ده بورتر 5 فورسز. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على ثلاث حاجات، سوات اناليسيس، واتكلمنا سوري معلش ما شفتش الدكتوره رشا السؤال بتاع حضرتك، سوري، وال 7 اس اوف ماكنزي، تمام، والبورتر 5 فورسز بتوع بورتر. طيب نرجع للحته بتاعت ال 7 اس اوف ماكنزي وسوفت وهارد. يقصدوا بكلمه هارد يعني يصعب تعديلهم، يصعب تعديلهم، اما السوفت معناها انها اشياء قابله للتغيير بسهوله، ماشي، وده بيزد على
كلام ماكنزي، يعني احنا ممكن نختلف معاه بكل تأكيد يعني. اوكي ماشي دكتورة رشا. يبقى هارد معناها انها من الكورنر ستونز او من الاجزاء الاساسية المكونة للمؤسسة ويصعب تعديلها. اما السوفت تمام، اما السوفت فهي قابلة للتعديل والتغيير طول الوقت. ماشي الحال؟ طيب. والبورتر او الفايف فورسز بتاعت البورتر زي ما حضراتكم شفتوا كده، ولو حابين انا ممكن اعمل لكم مثلا 4 5 صور كده على الجروب بيلخصوا النظريات الاساسيه في التخطيط الاستراتيجي. وزي ما قلت لكم فهم هذه النظريات بيخليني مش محتاج بقى ان انا اقرا كلام كتير، مجرد ان انا فهمت خلاص. طيب رابع حاجة، رابع حاجة هنتكلم عليها دلوقتي، وانا كنت فاتح الملف بتاعها في الاول خالص، بورتر، نموذج بورتر، نموذج بورتر تعديله واضافة عليه السيفن اس. تمام، في شيء جديد سميناه فايفر. تمام، يبقى انا هعمل اهو نيو شير وهفتح ملف البي دي اف. اوكي، فاحنا عندنا دلوقتي عمنا بورتر و ال7 اس، بل كمان حتى السوات اناليسيس، كل الكلام اللي احنا قلناه ده جه واحد اسمه فايفر وجمعهم كلهم في باكج واحد. وفايفر يمكن ما نسمعش عنه كتير، بس اللي عايز يستفيد بشكل عملي، اللي عايز يستفيد بشكل عملي وتطبيقي في المستشفى اللي هو بيشتغل فيها، وبعض الزملاء كان طلب مني حاجة زي كده، هيفيده جدا، هيفيده جدا فايفر ده. طيب فايفر حط 10 خطوات، 10 خطوات للتخطيط الاستراتيجي. تمام، احنا مش ملزمين بان احنا نقراهم كلهم، لكن احنا هنركز على اهم افكار فيهم. اولا قال لك ايه؟ التخطيط للتخطيط، فايفر اهو. اوكي، التخطيط للتخطيط، بلان فور بلانينج. عمنا فايفر قال انتوا بتكتبوا كلمة تخطيط كده ببساطة، تمام، وبتحطوا رؤية ورسالة بشكل عشوائي، ولا تعبر لا على الأهداف الحقيقية بتاعتكم ولا الواقع بتاعكم، ولا بتشركوا الموظفين معاكم فيها. طيب فقال لك إيه؟ أول حاجة بلان فور بلانينج. نعمل إيه يا عم فايفر؟ قال لك بص، شك كلامنا يا جماعة للناس اللي عايزة تعمل خطة استراتيجية في مكان العمل بتاعها. أوكي؟ طيب اول حاجه بتشكل فريق تخطيط، بتعمل فريق للتخطيط. اوكي، وبتديله وقت كافي علشان يضع الخطه، اراوند 3 شهور مثلا. وبعدين طبعا بتحدد مده الخطه الاستراتيجيه اللي هي بتبقى من 5 ل 20 سنه، واحنا عارفين في الجلف دلوقتي 2030 وال2025 وحاجات كده يعني. تمام، وفي جوه في فريق التخطيط ده بيكون تخصصات مختلفة، ناس شغالة في البرودكشن، ناس شغالة في الماركتينج، ناس شغالة في المشتريات، ناس اتش ار، ناس اي تي،
organizations، ناس مسؤولين في المنظمة أو في المستشفى، مستشارين خارجيين، ناس حقوقيين إلى غير ذلك. يعني اعمل توليفة لفريق التخطيط بحيث إن هو يضع خطة حقيقية ما تخرش المية زي ما بيقول. تاني حاجة قالك حدد القيم. خلي بالكو أنا قلت لكم إن فايفر جمع أكتر من حاجة من الايتمز اللي موجودة في النظريات السابقة، تمام؟ طيب تاني حاجة حدد القيم. القيم دي ايه المقصود بيها؟ قالك لازم تختار او يعني ما يزيدش في اختياراتك في القيم عن ثلاث قيم اساسية، تمام؟ وليكن مثلا الربح، الحصة السوقية، الشفافية، الجودة، الالتزام، اخلاقي، الرضا الوظيفي الى غير ذلك. بيختار القيم الأساسية اللي هو عايز يبني عليها الاستراتيجية، تمام. تالت حاجة الرؤية. خلي بالكو ان الرؤية والرسالة الاتنين مدمجين تحت ايتم واحد في الـ 7 S of McKinsey. الايتم ده اسمه ايه؟ استراتيجي. فانا لما اقول كلمة استراتيجية يعني رؤية ورسالة. الكلام اللي انا هقوله دلوقتي في منتهى الخطورة. ليه بقى؟ لان اغلب الناس اللي بتضع الرؤية بتضعها بشكل غير صحيح. ها؟ ولما بنيجي نتكلم في ادارة المستشفيات بنكتشف هذا الامر. تمام؟ طيب. الرؤية الصحيحة الأفضل فيها إنها تكون عبارة عن أرقام، مجموعة الأهداف بعيدة المدى، مجموعة الأهداف بعيدة المدى، ماشي؟ طيب لو لاحظنا هنا مثلا الأرقام دي، لو احنا أخدنا حاجة زي سافولا اللي هي 4 خمسات او 3 خمسات او whatever، بيقول ايه؟ لك والله احنا خلال 5 سنين عايزين نبيع ب5 بليون ريال، ويكون شغال معانا 5000 موظف، ويكون لنا افرع في 5 بلدان. دي رؤية. يبقى هو كده لخص الاهداف المستقبلية في أرقام، ماشي الحال؟ تمام. يبقى دي في أمثلة كتيرة بقى، كلها في الغالب الرؤية الجيدة بتكون مكتوبة وملخصة في أرقام. يعني الرؤية عبارة عن إيه؟ أهداف بعيدة المدى بيتم كتابتها بالتفصيل، بعد كده بيتم صياغتها بشكل إجمالي ومختصر. إيه أهمية إن أنا أقول 2020 2030، الحاجات اللي احنا بنسمعها كتير دي؟ ها، طبعا هي تخطيط استراتيجي ذكي في استخدام الارقام، لان الناس كلها بتحفظها بسهولة. لكن لو انا استخدمت كلام هلامي، تمام، كلام فيج مش ممسوك، محدش هيفتكره. طيب كتابة الرسالة، ايه الفرق ما بين الرؤية والرسالة؟ معلش انا هعمل بس ميوت. اوكي، تمام. الجزء ده يا جماعة عملي اكتر منه نظري، يعني اللي عايز يستفيد منه في كتابة خطة استراتيجية في اي مكان هو بيشتغل فيه. اوكي، طيب. فالايتمز التفصيلية بتاعت فايفر حابين انها تبقى جايد ليكو، وخدوا بس مني الافكار الاساسية في كتابة الرؤية وكتابة الرسالة، وبقية التفاصيل دي خلوها ريفرنس عندكم، يعني عشان انا عارف ان في ناس كل تفكيرها دلوقتي في الامتحان، خلاص؟ فلو انا قلت لكم مثلا ان فايفر دي مش جاية في الامتحان، لو ده هيريحكم ماشي،
يبقى مش جاي في الامتحان. بس المهم ان احنا نستفيد من الكلام ده. وبرضو انا بقول الكلام ده ليه؟ حضراتكم ممكن في يوم من الايام يطلب منكم تحت اي ظرف من الظروف ما كنتوش تتوقعوا تحطوا خطة استراتيجية. تمام؟ فالخطة الاستراتيجية بتتكتب ازاي؟ بالطريقة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. اخر حاجة انا مش هتكلم الارهاق، بس انا عندي الرسالة، بعد كده هركز او هقول لكم على البالانسد سكور كارد الفكرة الرئيسية بتاعتها، ويبقى انا كده خلصت الكلام اللي انا عايزكم تعرفوه في التخطيط الاستراتيجي. ماشي؟ وفي جملة كمان معانا اسمها بنش ماركينج، وشكرا. تمام؟ ماشي. بس اوكي، كتابة الرسالة جملة تلخص من نحن وماذا نقدم. تمام؟ تلخص من نحن وماذا نقدم، والمفروض انها بتعبر عن المؤسسة والمنتجات بتاعتها وتشعر بالفخر. اوكي؟ طيب، والله احنا عندنا دي أمثلة للرسائل، بعتبر أفضل رسالة ممكن أكون شفتها أو قرأتها هي رسالة ماكدونالد، يقول لك إشباع شهية العالم من خلال طعام جيد بسعر مقبول. دي رسالة ماكدونالد. تمام؟ طيب، لو أنتوا بصيتوا هنا هتلاقوا فيه رسائل رغم إنها لشركات كبيرة لكنها إيه؟ ليست جيدة. يعني مثلا هنا شوف كده رسالة مصاعد قاطس، الرسالة نقل الناس، نقل الناس والأشياء عموديا وأفقيا عبر مسافات قصيرة نسبيا. يعني تحس إنها إيه؟ رسالة ليست قوية. أوكي؟ طيب، بعد كده بقى في عندنا حاجة اسمها line of business، تقسيم مجالات العمل. يكفيني في فايفر ان احنا نعرف الايتمز الاربعة الاساسيين الاولانيين، وان فايفر اهتم بالبلان فور بلانينج. بلان فور بلانينج، ماشي الحال؟ طيب، لو حد عايز يعرف ديتيلز اكتر او عايز يحط خطه استراتيجيه ومحتاج الديتيلز اكتر، ها، يبقى يتواصل معايا. انا عارف ان الاغلبيه النهارده عايزين يعرفوا موضوع الامتحان والاسئله هتيجي ازاي. فانا زي ما قلت لحضراتكم، فايفر الهدف منه ان احنا نعرفه بس كاسم، ونعرف ازاي هو عالج نقاط الضعف اللي كانت موجوده في الماكنزي و السوات اناليسيس وبورتر وغيرهم. طيب، اهم واحده بقى دلوقتي هي ايه؟ البالانسد سكور كاردز. اهو نيو شير. تمام، بالانسد سكور كارد دي بقى بتيجي في الامتحان كتير قوي، سواء امتحان الدبلومه او امتحان السي بي اتش كيو، كتير جدا بقت تطرح في الفتره السابقه. طبعا احنا في المحاضره برضو اللي فاتت اتكلمنا بالتفصيل عن مراحل تفعيل البالانسد سكور كارد، ماشي الحال؟ طيب، وبعض الزملاء احساسي بيقول كده ان هم يعني اتخضوا شوية من الكلام، فأنا برضو تيسيرا عليكم مش هطلب منكم حاجة خالص من البالانس سكور كارد غير الشريحة دي أو الصورة دي. مش احنا بنقول اسمها بالانس سكور كارد؟ يعني ايه؟ يعني بطاقة الأداء المتوازن. جميل قوي. طيب، بطاقة الأداء المتوازن ما بين إيه؟ ما بين الأربع حاجات اللي حضراتكم شايفينهم دلوقتي. هرجع تاني للشات وأكتب البالانسد، خمسة أهو، خمسة
بي اس سي بالانسد سكور كاردز. تمام اوكي. طيب ايه هي الحاجات بقى اللي احنا بنقارن ما بينها اللي موجودة قدامنا؟ وهي الماليات، مش عارف اكتب بالعربي بقى ولا نخليها الماليات، ماشي، والعملاء والعمليات الرئيسية، العملات اللي هي الأساسية جوه المؤسسة، والتعليم والتدريب. دول أربع حاجات. هو الجماعة اللي هم بتوع البالانس سكور كارد، أرجو بس إن أنتوا تركزوا معايا لمدة 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق بالظبط في الكلام ده. الناس اللي تخصصوا او اشتغلوا على البالانس سكور كارد قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا ان احنا لازم يكون في توازن ما بين الاربع كروت دول. يعني انت هتهتم بالعملاء كاستمرز بس مش على حساب العمليات الاساسيه جواك اللي بتشغل لك البيزنس بتاعك. تمام؟ انت عايز يبقى فيه دخل بس مش على حساب التعليم بتاع الناس، ولا عكس صحيح. والمفروض ان كل تطوير هيحصل في اي واحدة من دول يؤدي للي بعدها. لو انتوا لاحظتوا ان الاسهم راحة جاية راحة جاية راحة جاية، وفي الوسط الفيجن والاستراتيجي. تمام؟ وكلمة استراتيجي معناها رؤية ورسالة، عشان نخلص بقى. يبقى استراتيجي يعني رؤية ورسالة، رؤية يعني أرقام، ملخص أرقام، ماشي، ملخص أرقام، تلخص الأهداف اللي هتحصل في المستقبل. وفي عندنا حاجة كده اسمها جوم، يعني goals و objectives و outcomes و measures. تمام؟ يعني لكل مرحلة لها expression بتاعها. طيب لو انت خلي بالكم اللعبة دي بقى اهو، لو انت اهتميت بالعملاء بتوعك ده هيجيب لك فلوس اكتر، فالفلوس دي تقدر تعمل بيها ايه؟ تطور الانترنال بروسيس. طب الانترنال بروسيس زي ايه؟ والله كان عندنا بنستخدم ام ار اي، اجهزه الرنين من اللي هي المقفوله دي بقى في ام ار اي مفتوحه. كان عندنا والله اجهزه للماموجرافي مثلا اللي هي بتاعت البريست كانسر. تمام؟ بقى عندنا جهازين. كان عندنا معمل صغير، دلوقتي معمل كبير. كان عندنا غرفه عمليات يعني امكانياتها متواضعه، بقى عندنا غرفه عمليات متطوره. كنا بنعمل ماينر سيرجري او جراحات صغيره، دلوقتي بقى في جراحات كبيره بتتعمل. يبقى دي اسمها الانترنال بروسيس، الداخلية الأساسية. طيب ليرنينج اند جروث، لما انت هتعمل ده الانترنال بروسيس يبقى انت محتاج تطور وتدرب الناس عشان هيتعاملوا ازاي مع التطور اللي موجود داخل العمليات جوه الشركة او المؤسسة بتاعتك. طيب لما هتيجي تدرب وتعلم، أداء الموظفين هينعكس على الكاستمرز، فالكاستمر يزيدوا، فلما يزيدوا يحصل إيه؟ يزيد الأرباح، فلما تزيد الأرباح تعمل إيه؟ تزود في الانترنال بيزنس بروسيس تاني، ولما تزيد تحتاج إن أنت تدرب أو تطور أو تجيب عمالة زيادة مدربة وهكذا. لو أنت حبيت تعكسها، حبيت تعكسها، تمشي برضو بنفس الطريقة. تمام؟ طيب لو احنا قلنا، لو احنا بدينا مثلا من عند الكاستمر، لو انا اهتميت بالكاستمرز، لو انا اهتميت بالكاستمرز، خلي بالكو ان في كل حاجة من دول المفروض يكونوا بالانسد مع بعض. يعني ما اجيش اقول
والله انا العملاء عندي اهم حاجة، وانا اهتم بيهم بشكل كبير، وهعمل مش عارف اجنحة، واحط جاكوزي في الاوض بتاعت يعني اللي في المستشفى، وهجيب اسانسيرات مش عارف ايه، وهجيب عربيات فخمة جدا. وبعدين اكتشف نفسي ان الانترنال بروسيس اللي موجودة في المستشفى الاساسية ضايعة، يبقى انا ايه هيحصل عندي؟ خراب مستعجل، مستشفى او هذه المؤسسة هتخرب. طيب نفس الكلام لو انا قلت فاينانشال، فاينانشال اهم حاجة عندي ان احنا نزود الارباح على حساب تعليم الناس، برضو ده غلط، لان انت مش هتعرف تكبر المؤسسة. اوكي، والعكس صحيح. في كل واحدة من دول الجماعة بتوع البالانس سكور كارد، بالمناسبة هذه النظرية المعمول بها في معظم الشركات في أوروبا وأمريكا حاليا، الشركات الكبرى بدأت تستخدم البالانسد سكور كارد. تمام. بقول لكم تاني اهوت، لو حابين نعكس الاتجاه، لو انا قلت والله انا هتم بال عملاء، ماشي. طيب لما اهتم بالعملاء الارباح هتزيد، ولما الارباح هتزيد هيحصل ايه؟ ها، هقدر اطور internal business process، ولما هطورها احتاج ان انا ازود العمالة وادربهم وهكذا. يعني تمشيها باي شكل هتلاقيها تمشي سايكل منطقية. الكاستمر، لو انا عايز اهتم بالكاستمر يبقى لازم يكون عندي عمالة مدربة، تمام، والعمالة المدربة دي لازمة علشان الانترنال بيزنس بروسيس تقدر تنفذها بشكل جيد. ولما الانترنال بيزنس بروسيس دي تنفذ بشكل جيد ده هيكون له مردود مادي، ولما يكون له مردود مادي هقدر ارضي الكاستمرز بشكل اكبر وهكذا. يبقى البالانس سكور كارد زي ما حضراتكم شايفين بسيطة جدا، بس هي عايزة نهدى كده ونتعامل معاها بدون تنشنة، لأنها فكرتها بسيطة خالص. الناس بيقولوا ايه؟ ان احنا عندنا اربع حاجات عايزين نكون متوازنين ما بينهم، ونبقى عارفين ان كل واحدة بتودي للتانية، ومهتمش بحاجة على حساب الحاجة التانية. فلاهتم بالتدريب وتطوير المؤسسة على ناحية الموظفين، وأجيب استشاريين على أعلى مستوى، وأجيب مثلا فريق تمريض مش عارف من دولة إيه وكلام من ده، على حساب الفاينانس أبص ألاقي ماليا الدنيا خربانة، ما أنا مش عارف أكمل. تمام، ولا العكس برضو، ولا أهتم بالأرباح على حساب المستوى الناس اللي بتشتغل. نفس الكلام الانترنال بيزنس بروسيس اللي هي عمود الفقري لأي مؤسسة، للمستشفى إيه العمود الفقري في المؤسسة؟ معامل، أشعات، أوضة العمليات، صيدلية، الدايجنوزس، وسائل الدايجنوزس المختلفة، العيادات الداخلية والخارجية، الأوض، الانتنسيف كير يونت، الحاجات دي، كل دي هي الإيه؟ دي الكور بتاع الشغل. تمام؟ فما ينفعش برضو اهتم بالكاستمرز على حساب الانترنال بيزنس بروس. اعتقد كده، اعتقد الله اعلم يعني، انها بقت سهلة كده، شرحتها اكتر من مرة بهدف انها تكون مبسطة وتوصل لحضراتكم يعني باسهل طريقة ممكنة. كمان في حاجة واحدة بس ممكن نسمع عنها دي، معلش سامحوني اخر كلمة، بنش ماركينج. الكلام ده كله انا شرحته قبل كده، بس انا ببسطه علشان نقدر نلمه. يا ريت بقى لو في اي حد من حضراتكم يتكرم مشكورا، دكتورة وسام او دكتورة رشا او اي حد من الزملاء الافاضل يتكرم مشكورا ان هو يجمع النظريات دي ويعمل بوست كده لطيف ظريف باسلوبكم الجميل، اكيد يعني بيبقى احسن من اسلوبي طريقه العرض الحاجات اللي هي الايقونات الجميله دي. ممكن في على جروب، على البوست على الجروب على الفيس،
فيها تلخيص للنظريات دي. احنا عندنا 6 نظريات، تمام؟ اللي يهمني العناوين، الحاجات اللي مكتوبة في الشات هي دي الأساسية. البنش ماركينج بمنتهى البساطة بشوف مؤسسة، ها الراجل ده بيجي برضو في التعريفات في الام اس كيو، بشوف مؤسسة كبيرة وبقارن نفسي بيها. مثلا اضرب لنا مثلا، حاضر، افترض ان انا عايز افعل نظام البنش ماركينج استراتيجي وانا لسه ما عنديش لسه مستشفى، ما فيش، انا عايز اعمل مستشفى بس ما عنديش لسه تصور ولا عارف هعملها ازاي ولا ايه مواصفاتها ولا الكلام ده كله. ابسط شيء وعين العقل يقول لك ايه، انت عايز المؤسسة بتاعتك دي او المستشفى بتاعتك دي تكون المستوى بتاعها ايه، يعني كلاس ايه، كلاس بي، كلاس سي؟ لا لا، ده انا عايز تبقى كلاس ايه، عايز مستشفى جبارة. طيب، يبقى عشان توصل للهدف ده يبقى لازم تشوف المؤسسات او المستشفيات اللي في نفس المجال اللي انت بتشتغل فيه، اكبر مستشفى، وتقارن نفسك بيها. يعني مثلا هفترض ان انا عندي مستشفى هسميها يعني مستشفى الامل، مستشفى الامل تخصص جراحة عيون، او بلاش جراحة عيون، هنقول ايه، تخصص ليزك. ها يلا، تمام، وهفتحها في القاهرة، تمام، كويس قوي. فأنا عايز أخلي مستشفى الأمل دي تكون كومبيت، تكون يعني بتنافس ولها مكانة كبيرة في السوق في موضوع الليزك ده جوه القاهرة. فأقوم جايب مثلا أحسن مستشفى، فمثلا قالوا لي مستشفى اسمها مستشفى المروة، اوكي، مستشفى المروة دي لها مواصفات معينة كمساحة، ماشي، كمكان، المكان الفيو بتاعها، كعدد غرف، ونقول بقى نقول ايه، البنية، استخدم الحاجات باللغة العربية أحيانا بتقف كده، يعني البنية بتاعة المكان، أو نقول بلاش كلمة البنية، خلينا نقول المبنى، ها المبنى. طيب، الخدمات، الموظفين، الأطباء، التمريض، الأجور، الكشف وسعره، العمليات، كل ده يا جماعة هجيب بيانات بتاعته الخاصة بمستشفى المروة وأبدأ أقارن نفسي بيه. والله احنا مستشفى الامل المساحه بتاعتنا اخبارها ايه، احنا المكان بتاعنا والله في مكرم عبيد، هو المكان بتاعهم سي مثلا في شارع عباس العقاد، تمام، والله المبنى بتاعهم 7 طوابق، احنا المبنى بتاعنا 6 طوابق، هي الخدمات اللي بيقدموها سي مثلا 15 خدمه، احنا بنقدم 12، الموظفين اللي عندهم 500 موظف، احنا بادئين ب 200 موظف. فانا بقارن نفسي بيه ليه؟ لان هو بقى ستاندرد بالنسبه لي، ده اسرع طريقه للتخطيط الاستراتيجي. ها لو واحد فينا موجود في مكان من الاماكن في الخليج وطلب منه انه يعمل خطه استراتيجيه، من اسهل ما يكون انه يجي يقول له والله مين الكومبيتيتورز اللي موجودين هنا، او المين الماركت ليدرز، اشهر مؤسسات هنا،
فين؟ جيب بيانات عنه، قول والله يا عم بص يا سيدي باختصار شديد، شوف الناس دي بتعمل ايه وقارن نفسك بيهم. لما توصل بقى وتبقى زيهم والله بعد كده ازاي تفكر how to ان انت تعديهم بقى، تعديهم. اوكي تمام، شكرا، كده كفاية قوي في الكلام على نظريات التخطيط الاستراتيجي. دول 6 عناوين. ها لو في اي استفسار على اي حاجة منهم انا تحت امركم، وشوفوا قولوا لي اللي انتوا عايزينه وانا ما عنديش مشكلة خالص. بالنسبة لموضوع البحث يا جماعة، احنا كنا قلنا احنا البحث ده رئيسي او مقال علمي، مش الهدف منه ان يبقى فيه كلام كتير، هنختار موضوع من الموضوعات المتعلقة بالجودة ونكون عدد من الورق. يعني مش عايز بس ألزمكم ب20 ورقة أو 10 والكلام ده، مش شرط العدد، تمام؟ بس المهم إنه هيبقى في مقدمة ماشي، وفي إيم هدف من البيبر دي أو هدف من البحث ده أو الموضوع ده تسلط على إيه، وفي البودي اللي هو الموضوعات الأساسية، وفي الاخر خالص الكونكلوجن. تمام، ايه الاستنتاج او التوصيات. اوكي، وفي الاخر طبعا يفضل ان انا بعمل ريفرنس. تمام، بقول الريفرنس بتاعتي انا جبتها منين. وارد جدا لما بنيجي نتكلم في الامور دي ان احنا يعني نرفع الميجرز قوي عليكم، فده هيكون طبعا مزعج ومتعب، فانا براعي الظروف وعارف التزامات حضراتكم، ف بقدر المستطاع احنا هنتكلم زي مثلا وليكن عن الكوميونيكيشن سكيلز مثلا ان كواليتي، بس في جزئيه معينه، يعني نحاول ان احنا نركز اكتر، نعمل فوكس في البحث. تمام، وانا بقول لحضراتكم البحث ده 20 درجه، فيعني حاجة سهلة ونقدر ناخد ال20 من 20 بمنتهى البساطة. تمام، وأي مجهود حضراتكم هتبذلوه ده هذا سيقدر، فما تصعبوش الأمور على نفسكم، وأنا بحاول إن احنا إيه نسهلها. فإحنا هنختار عنوان، والعنوان ده هيبقى له مقدمة، وفي aim of work يعني إحنا الهدف من البحث ده إيه، وبقسم الموضوع الرئيسي إلى A و B و C و D مثلا، وفي conclusion في النهاية، بس بمنتهى البساطة. برضو هبعت لحضراتكم موديل، نموذج تقدروا تمشوا عليه، ونموذج زمايلكم اللي عاملينه قبل كده، مش انا اللي عامله. تمام، يعني ده هيساعدكم كتير. هرفع لحضراتكم، انا بأرجو ان انا بس بجاوب على الأسئلة اللي انتوا كنتوا سألتوهالي. هرفع لحضراتكم نموذج للبحث، اوكي، بحيث تمشوا على الايه الستايل بتاعه او السيستم بتاعه. حاضر حاضر ماشي. بالنسبه للتايتلز، لو في اي assessment scoring system تمام، دي بتبقى جميلة قوي. لو زي مثلا حاجات الخاصة ب رعاية الأمومة والطفولة، لو احنا بنتكلم على الوحدات اللي خاصة بتنظيم الأسرة مثلا، ازاي نرفع الجودة فيها. تمام، المورتاليتي اي حاجه لا علاقه بالمورتاليتي والكوموربيديتي، بس انا هقول المورتاليتي بشكل اساسي، مورتاليتي ريتس ان هوستلز، الايكونومكس طبعا، استخدام الانفورميشن تكنولوجي، الاي تي انفورميشن تكنولوجي والنتورك
سيستمز، استخدام السوفت ويرز. يعني خلينا اقول لكم بطريقه اسهل شويه، السوفت وير تمام، استخدامها في المستشفيات. مساله الويتنج مثلا، ويتنج ان اوت بيشنت، اي بقى لو انتوا عايزين تعملوا فوكس على اي حاجه، وليكن مثلا ممكن تكون حاجه بسيطه جدا بس هنعملها يعني هاندلنج بشكل مركز، زي مثلا ميتنج، الميتنج اجتماعات خلاص، تيم وورك، تايم مانجمنت. اوكي، لو عايزين تتكلموا مثلا على السكس سيجما مثلا، يعني لو حابين تتكلموا على السكس سيجما او اللين الكايزن، ممكن ممكن ما انا هدي الحق. هو جوجل، وفي جوجل سكولر، وفي عندكم الباب ميد، انا قلت لكم عليها قبل كده. طبعا الباب ميد ده يعتبر بوابة ضخمة، الباب ميد ماشي، وفي عندنا الكوكران، الكوكران ماشي، وجوجل سكولر، ومش محتاج حضراتكم تعملوا كل جملة بالريفرنس بتاعها. طبعا ده في الرسائل الماجستير، يعني بيبقى فيه طبعا رخامة في القصص دي. لا احنا مش الهدف ان احنا يعني نضايق حضراتكم، لكن الهدف صدقوني ان احنا بتعاون على قد ما اقدر، اي حاجه يعني ينفع ان احنا نخففها بقول لكم عليها. فريفرنس جنرال، يعني في الاخر خالص كده هعمل ليست اوف ريفرنس تمام. طبعا في طريقه لترتيب المراجع ممكن اقولها لكم في اي وقت تمام، ميبي لو حابين ان احنا ناخد محاضره كامله عن البحث ما عنديش مشكله برضو. اوكي، وعايز اقول لكم البحث فيه سماح حتى إذن لو بعد الامتحان بشهر، يعني اديكم بس دي اعتقد ممكن ترفع معنوياتكم شويه، حاجه لرفع المعنويات. البحث أمامكم شهرين أو شهران. أوكي، يعني حتى لو بعد الامتحان بيس كده تمام، عشان تبقوا ريلاكس. أنا عارف إن ده لا يريحكم والله، وأنا يسعدني إن أنتوا تبقوا مرتاحين تمام خلاص. وان شاء الله برضو بالنسبة، هو طبعا انا كان اهم حاجة عندي كان اهم حاجة عندي النهاردة الجزء بتاع التخطيط الاستراتيجي ده، لانه هو فعلا طيب بعد الامتحان. طيب دكتور وسام سؤال ذكي طبعا كالعادة، فهقول لكم على حاجة. هو دلوقتي لوجيك وايز ان احنا مثلا امتحن بعد شهر مثلا، فهديكوا كمان شهر بعد الامتحان، يبقى بيس كده. ها ما احنا قلنا لو لو شهر بعد الامتحان، ايه رأيكم؟ الموضوع سهل صدقوني والله، لما هديكوا نماذج هتلاقوا الموضوع بسيط. لو واحد حابب طيب شكرا يا فندم. طيب ماشي الحال، يبقى ده مبدئيا بالنسبه للقصه دي. لو كان في حد من الزملاء لسه ما عملش البروجكت، هديله سماح ان هو يعمله تمام. وزي ما قلنا البروجكت او المشروع بيبقى على التول فقط، انا عارف ان معظم حضراتكم عملتوه،
لكن برضو للزملاء اللي ما تيسرش ليهم يعملوه، تمام مفيش مشاكل، ممكن حضرتك تعمليه، ولو حابة تعملي برزنتيشن لا مفيش أسف ولا حاجة، ملحوقة بإذن الله. ولو تحبي حتى ممكن حد من الزملاء يساعدك، يا ريت، يبقى جزاهم الله خيرا، لأن احنا بنختار كواليتي تول، أي تول يعجبك، هيستوجرام، كنترول شارت، باريتو دايجرام، كوز اند افكت دايجرام، أي تول يعجبك، فلو شارت يعني حتى، وبيكون جاهز وكلمتين عليه، يعني زي ما قلت لكم 4 شرايح، الشريحة الأولانية فيها الاسم والعنوان بتاع الموضوع، الشريحة التانية دايجرام اللي فيه الدايجرام الكواليتي تول، الشريحة التالتة كونكلوجن، الشريحة الرابعة لو عايزين تعملوها براحتكم اللي هي ثانكس يعني شكرا، بس ده المينيمم يعني، مش محتاجين طبعا، التجويد هيكون أفضل، لكن أنا بقول ده المينيمم خلاص. طيب بالنسبة للبحث، أنا حابب أدي لحضراتكم محاضرة كاملة عن إزاي تكتبوا الاسي، او ازاي تكتبوا مقال علمي. انا طبعا يعني في كل دبلومه بشرحها، بس طبعا ده حسب استعدادكم انتوا، لو حابين ده مفيش مشكله، بحيث ان احنا نتكلم ازاي بنقسم، اولا ازاي بنختار الموضوع، طبعا ده هيكون في فرصه اطول نقدر نتكلم براحتنا، ازاي بنعمل مقدمة، ازاي بنحدد الايم فورك، ازاي بقسم البادي بتاع البحث، وازاي بقسم بقى برتب، لو انا عندي مجموعة من الاستريشن، مجموعة من الكيرفات، مجموعة من الجداول، مجموعة من التشارتس، التيبلز، يعني ايا كان الحاجات اللي انا بستخدمها برقمها يعني، وفي الاخر خالص الريفرنس بطريقة هارفارد، تمام. في اكتر من طريقة لاستخدام الريفرنس، حتى لو مش هتعملوها بالطريقة دي تيبيكال في البحث بتاعنا، الهدف منها ان احنا نساعد حضراتكم بشكل عام، بحيث لو انتوا احتاجتوا ان انتوا تعملوا بحث بطريقة علمية تستفيدوا من الخبرة فيها، تمام. بالمناسبة كتابة البيبرز أو كتابة الأبحاث ده جزء يعني أساسي أساسي في الجودة، الجودة الصحية بالتحديد، تمام؟ لأن المستشفيات مش فقط علاج وإعطاء دواء، تمام، ولكن كمان، تمام، ولكن كمان المستشفيات فيها بحث علمي، تمام؟ ده جزء أساسي من أي مؤسسة صحية. خلاص، يبقى اتفقنا إن شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله هدي لحضراتكم موضوع كامل عن كيف تكتب ورقة بحثية علمية، وأنتوا بقى براحتكم يعني، أنا هتجوز في البحث اللي هتعملوه، لكن أنا بتكلم بشكل عام علشان لو حضراتكم احتجتوا تاني. يا ريت لو في حد يا جماعة ملخص الكلام اللي احنا بنقوله أثناء المحاضرة بأي خط، أي خط أيا كان، تاخد سكان وشير مع بعض يفيد الزملاء، وصدقوني الكلام اللي بيتقال هو ده اللي بيجي في الامتحان، الكلام اللي احنا بنقوله في المحاضرة، تمام؟ ما تستهونوش بيه يعني، هو ممكن تبص ده القصة بسيطة خالص، لو حد بيبيض بس الكلام اللي احنا بنقوله ليلة الامتحان قراه في ساعة بمنتهى البساطة، انا مش عايز اقول لكم هيجيب الفول مارك very simply بمنتهى البساطة، ده غير ان انا هدي لحضراتكم بنك اسئلة كمان في ها جزء كبير جدا من الامتحان محلول، بنك اسئلة محلول، فانا مش عايزكم تشيلوا هم اي حاجة، وبقدر المستطاع نحاول نركز على المعلومة على قد ما نقدر، وصدقوني والله العظيم ما حد عارف المعلومة دي ممكن تفيد امتى
وفي ظروف ربما تكونوا مش متوقعينها خالص. وده يعني انا شخصيا مريت بيه، يعني الواحد اتعلم حاجات كتير قوي، وفي حاجات كنت ساعات بقول طب وانا هطبقها امتى وازاي، وسبحان الله بيبقى في نصيب في وقت معين بتلاقي ايه المعلومة دي بتنفع، والواحد بيقول الحمد لله ان الواحد اتعلمها، او بيدعي للناس اللي علمونا المعلومات دي. ف خلاص استبينا زي ما بيقولوا، استبينا. تمام، يبقى المحاضرة القادمة عن البحث، خلاص ماشي، واحنا فاضل لنا حاجات بسيطة خالص في البيبل مانجمنت. جميل، هتبقى التيم ورك، حاجات انا يعني اعتقد ممكن يكون دكتور فاروق شرحها لكم، في التايم مانجمنت مثلا، ايتمز لطيفة، سوفت سكيلز، كوميونيكيشن، ايتمز يعني ظريفة، وفيها الكلام اللي احنا نقدر نطلعه منها كمعلومات ممسوكة، يعني حاجات بسيطة خالص. الخطوات بتاعة التيم بيلدينج، بنبني الفريق ازاي، ايه التايم مان، الميتينج مينتس، لو احنا عايزين ندير اجتماع بنديره ازاي، حاجات بسيطة خالص خالص خالص، كلها ممكن تتجمع في محاضرة واحدة. تمام، وزي ما قلت لحضراتكم شير في الخير، يعني اي حد مجمع معلومات يشيرها لزمايله وياخد ثواب ان شاء الله نقل المعلومة او نشر. اشكركم جدا يا جماعة، وارجو اكون يعني سهلت عليكم او ساعدتكم بشكل ما، وبرضو يعني القناة متواصلة بإذن الله بينا وبين بعض، لو حد حب يسأل في أي حاجة أنا تحت أمركم. ربنا يكرمكم جميعا ونراكم على خير بإذن الله. السلام عليكم. العفو يا فندم، العفو، تفضلوا، في رعاية الله، سلام عليكم.